الإصلاحات في هذه المدرسة؟ لربما سنطلع وإياكم على ماهية هذه الإصلاحات والمطالبات مع مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم السيد طارق علاونة. أسعدت صباحا سيد طارق. صباح الخير لك وللمستمعين. صباح الخيرات، أهلا وسهلا. يعني إن أمكن أن تضعنا في صورة المطالب والإصلاحات التي خرج يوم أمس طلبة من مدرسة عبد الرحيم محمود الثانوية في بلدة عنبتة للمطالبة بها لنشرها وللحديث عنها، كيف تم التعامل مع هذه المطالبات وماهيتها؟ مرة أخرى صباح الخير لك من وللجميع بالطبع من مدرسة عبد الرحيم محمود، وقد كنت هذا الصباح في هذه المدرسة وأنا أتحدث إليك من مدرسة عبد الرحيم محمود مرة أخرى. هذه المدرسة وقد حضرت فيها فعاليات الطابور الصباحي ولم أرى انتظاما وانضباطا وحضورا في الوقت وتفاعلا من قبل الهيئة التدريسية وكذلك الطلبة كما رأيته وشاهدته اليوم في هذه المدرسة. نحن نقول نحن في مدرسة تاريخية، خرج بالأمس بعض طلبة الثانوية العامة لديهم ويقولون بأن لديهم بعض المطالب. توجهت مباشرة وفريق من مديرية التربية والتعليم إلى المدرسة، اجتمعت بفعاليات البلدة وبالهيئة التدريسية وكذلك بممثلين عن الطلبة وتم احتواء الموضوع مباشرة وانتظم الدوام بالأمس بعد أن عقدنا مثل هذه الجلسات واستمعنا للطلبة. الموضوع لا يقتصر فقط إلا على قضية التواصل والتواصل الفعال والجيد مع الطلبة والاستماع لهم، وبالتالي اليوم هناك أيضا موجود فريق من المديرية أيضا من قسم الصحة المدرسية يتابع بعض الأمور التي يحتاجها طلبتنا وتحتاجها البيئة المدرسية. نعم. لكن أقول هي من باب المتابعة. كانت هناك بعض المطالب للطلبة بمحاولة تعديل برنامج الدروس اليومي وكذلك الأسبوعي لبعض المباحث. هناك دراسة لمثل هذه المطالب بما يحقق العدالة بين الزملاء المعلمين وكذلك بما يضمن انتظام الدوام. نعم. والكافة المباحث. لكن يعني حتى هذه اللحظة إن أمكن أستاذ طارق، يعني المطالب على ماذا تركزت؟ هل كانت المطالب تربوية أم لربما نقص في بعض الخدمات المقدمة في هذه المدرسة أم مطالب أخرى إن أمكن أن تحدثنا عنها بتفاصيل؟ المطالب الخدمات متوفرة، البيئة رائعة من حيث طاقم المدرسة وكذلك من حيث البيئة ومحتوياتها في المدرسة. أعداد الطلاب مناسبة جدا. المطلب الوحيد كان للطلبة هو التعديل في البرنامج لبعض المباحث. يعني هناك حصص للمواد العلمية قد لا تكون مناسبة بالنسبة لهم في أن تأتي في الحصة السادسة أو السابعة ويتم دراسة مثل هذه المواضيع. هذا ما لمسته من الطلبة من خلال جلستي معهم بالأمس. نعم. إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بدور والتواصل بهذا الدور والتواصل أيضا مع أولياء الأمور، وكان لي حديث مطول معهم بالأمس وكان لقاء موفقا وناجحا وتم احتواء الموضوع. ونحن الآن أتحدث إليك مرة أخرى. نعم. من المدرسة والأمور والحمد لله بخير. يعني نأمل كل الخير لطلابنا في مدرسة عبد الرحيم محمود الثانوية في بلدة عنبتة، وكذلك العطاء المتواصل بلا كلل وبلا ملل من الهيئة الإدارية وأيضا التدريسية في هذه المدرسة العريقة، وكل الشكر أيضا لوقوفكم على كافة التفاصيل والمواقف التي تمر بها كافة المراكز التعليمية في محافظة طولكرم ولتواجدكم المستمر سيد طارق علاونة في مختلف المدرسة.
المدارس الكرمية، وهذا ما دائما وأبدا نأمل بالفعل، أن يكون كل مسؤول على رأس عمله ليس في مكتبه وإنما في الميدان، يسمع من المواطن ويستمع إليه وبالتأكيد يحاوره ويساهمان معا في البحث عن الحلول والبدائل. كل التوفيق وكل النجاح. يعني بس رسالة أخيرة، أنا قلت صباح اليوم من خلال الإذاعة الصباحية لطلبة الثانوية العامة، نعم، وهذه مرحلة مصيرية دائما، وقلتها أيضا لأبناء ولطاقم هذه المدرسة، حقيقة وددت أن أكون طالبا أو معلما في هذه المدرسة وفي كل مدارس الوطن، لأنني رأيت صور الانتماء والحضور. تخيلي الطابور الصباحي بكافة فعالياته، لا يوجد طالب متأخر، لا يوجد معلم قد تأخر عن الحضور، الجميع منتظم في دوامه والمدرسة والدوام يسير. أنا أتحدث إليك الآن من أمام الصفوف والدراسية، والأمور بخير وتسير ويسير الدوام بشكل منتظم. شكرا لك على المتابعة دائما. شكرا، كل الشكر أيضا لاتصالك وتواصلك وتعاونك معنا. السيد طارق علاونة مدير مديرية التربية والتعليم في طول كرم، دائما وأبدا حتى وإن تم مباشرة التعامل مع كافة المواقف، لربما نحن لسنا بصدد، وهذا ما أود التنويه له للسادة المستمعين المستمعات، أن ندخل في تفاصيل ودهاليز بعض الإشكاليات.